فكونوا كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينين لينين وسهلين للأمور، لا للأمور لا معقدين لها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بلغ مرحلة التقوى، الخلق الحسن. وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق الحسنة التي تجعلك أيها المسلم تصل إلى أعلى مراتب الجنة. Dear brothers and sisters, the day of Christ. It is the day of joy. It is a delightful day. This is the Eid. But how we can? When you fast, when you donate, when you give charity, when you are good to others, this is the way of thanking Allah subhanahu wa ta'ala.